الغرفة. معلمة صوري معلمة زيد يما زيد ما سمعت ايش قاعد تقولي ما هذا ولي يسلمك على شان على شان تعال تعال بس أمر عينك إن شاء الله زين ما هداك يما ليش ما تقعد تاكل ويانا أو نسلك يما شو أجاب الخوات سندريلا جوهم ميت لا حول ولا قوة إلا بالله فعلك ما قبلنا ميت ميت بسم الله علينا أنا أمك وهذه لأخواتك شنو ميت يما قاعد قلت مر يعني مو ميت ميت هاك يلا روح هذا شنو هذا هذا شنو لحم ما أدري شنو ايش طبخت لنا هذا اليوم وينها؟ تقول ما تبي تاكل نفسها مسدودة ايش تو؟ طقها قل لي طقها مرادها بيحكها اليوع بتنزل تدور اكل ايه على فكرة يما دق علي الاستاذ جاسم جاسم منو؟ ها وش فيك يما المحامي اللي توظفت عنده؟ شبعي؟ ولا شيء يما يبيني اداوم الاسبوع الجاي انت مو قلتي بعد شهر بيفتحون المكتب؟ امبلا يما بس يبيني اني اتدرب مع السكرتيرة الثانية عشان على ما يفتحون المكتب ما اعفس لهم الشغل هاو يما شفيج كنش مو مصدقتني تبيني أدق علي وتسألينه؟ لا مصدقتك يعني أداوم أسبوع الجاي؟ ولا بداوم أسبوع الجاي أسبوع اللي عقبه اللي وراه أنا شكو كيفك زين ما أعطيني هذا؟ هاي مالي يلا ولينا وهالو بعدين يعني لم بسم الله الرحمن الرحيم ايش فيكم بحلك في وجهي كذي؟ خالتي لا تزعلين وجهي اشتهر دق يبي لك قطشتين بوتوكس وتصيرين ابد واحده ثانيه يلا عاد احلى من وجهك يا دب اي والله اقول خالتي شوش عقب التقاعد؟ وي عاد تصدق يا راشد تقاعد كلش مو شيء ضيقه خلق واغلقه قلت لك امر عليك كل يوم انت رايق طاح الريوق كلك حكي بس خلني بس مجاب لتلفزيوني ولا اطقطق بالموبايل سويت ليش كثر فولوورز اي واحد اسوي له فولو اي عشان اتطمش واتسلى اي الله خير كنت لاحقه 40 بظرف اسبوع صاروا 200 يلا يزيدهم الا على الطاري ما قلت لي فهو سوى لك الاعلان اللي تبيه ولا لا طلب عينه سوى لي شيء سحب علي سحبه قهر انا قلت عقب ما تحاكينه بيستحي على وجهه وينزل الإعلان عنده أبد عمك أصمخ طنشني مرة واحدة زوج حقه ما علمتني أنا مو قايلت لك تعلمني إذا ما سواها خلاص 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 يما خلاص خلاص مو لازم مو لازم إذا ما طلع من خاطره ما أنا بشي كيفه على هواه لا مو بكيفه عاد اللي يزعلك يزعلني أنا ولا يهمك أنا نتفه لك تنتف أشوف كنا سوالي أنفولو بعد بعد وبلوك حطني مرة واحدة ما أنا بشي ما يخالف ما يخالف وين طيت عليكم بطيت عليك؟ لا كلش ما بطيتك انا لو ادري انك متاخرين كذي كان ما جيت على الوقت ويش اسوي بعدين امون انت يا اختي ما عليك المهم احنا بطينا على الناس والحين فش ليش يقولون تاخرنا يلا يلا والله رد عليه شو اقول له هذا اذا كني انا اللي متاخره لا تناجر روح حق العالم تبخر يما خاصي انتوا الحين هني ما رحتوا؟ الحين بنطلع بنروح يما تاخرت على مرتي ايش تقول عني؟ ادري بس عاد ايش فيك انت الثاني ما تفوق او ايش فيك اثقل عيب شنو مرتك؟ الحين ما صارت مرتك يما يعني انا بتزوج يعني ما في شيء يخرب علي اذا بس عاد هالحكي يلا امشي خلاص تتزوج لا تخاف تتزوج ان شاء الله يما ممكن كنتوا يحكي عليها زين ويه اقول لك بتعلمنا بعشو ترى الحين اول ايش تراني عنا؟ الله يحفظك الله يحفظك حاكيك رشود أبوي قال لك إنك بتمسك عرسي؟ قال لي زين اسمعني أبي عرس ما صار ولا استوى أبي كل الكويت تحكي عنه هي هي خليك ببشتك بس لا تتدخل بسوالف الحريم بس على وجهك تعال هذا سوالف حريم حبيبي صان احنا ب 2015 ماكو سوالف حريم ريايل أبي عرس ما صار أبي تفلسف على ربعي بخليك تفلسف لما يطلع تفلسف من خشمك كذي أبيك هذه تكفى ابي مريم فارس تيبها تغني بعرسي تكفى حلم حياتي اشوفها بطبيعه ما اقول الا اه يا لندن ما شاء الله مريم فارس ايش فيك؟ قلت شيء غلط انا شوف
الجنطه انت تكفين ما تسوى نص دينار شوف السعر حطيتها عليها. تبرك تبرك. شب 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 سمعتك هذا رزقكم احمدوا ربكم. قوم انت قومي ادي لي بيدك روحي لي بعباتي وجنطتي يلا. ليش يمه وين بتروحين؟ بطلع عندي شغل. زين يمه تكفين بي وياك. لا انت يا وياي ايش حقه؟ يمه ليش بروح معك اي مكان حتى لو خباز يمه ترى والله طقت كبدي من قعده البيت. قوم يلا بدلي بعباتي يلا. صدق يمه؟ يلا قومي. ياتي. يما قولي صدق وين بتروحين؟ بروح الجمعية ناقصين كم غرض حق مراشد بروح اشتريهم. زين عادي اي معك؟ يلا تعالي. وانت يا لطاف ما تبتين؟ لا يما ما بروح جمعية انا. عجبه. ليش انت كل يوم داقة الطريق للجمعية؟ احس صار اسبوع ما طلعتي ليش؟ ويما ما بروح كل شيء عندي ليش اروح جمعية فراقة يعني؟ صدقين يما من لطوفة ما قامت تروح الجمعية كل يوم ناقصتنا شيء من الماكلة، كل ما نسوي غدا ناقصنا شيء. بس هاي يلا قومي معانا انت تعرفين اغراض المطبخ. لا يما انا ما ابي اروح، اكتب لكم ورقه كل اللي ناقص انتوا يبو. لا ما انت مسجله ورقه، بتجين معانا يعني بتجين عناد. يما ما ابي اروح ما ابي اروح. بتقومين يعني بتقومين فاهمه؟ بعينك كله منك. خلي بابي بيعدك بعد بعينك كله منك. سكتي. انفال دش البيت لا تفضحينا. ما راح ادش داخل ليه ما تقول لي صار اسبوع اكلمك ليش ما ترد علي؟ سالفه طويله بعدين اقول لك اياها خلاص دشي. متى بعدين؟ متى؟ صار لي فتره ادق عليك وادزك مسجات ما قاعد ترد علي ايش موضوعك ايش صاير؟ انت ايش فيك؟ وقفتك معي كذي مو عدله دشي داخل. لو اللي انت قاعد تسويه معي عدل يعني؟ لا اقنعني انه عدل انا شو مسويت لك ايش فيك ايش صاير؟ لا انت ينيتي فسختي الحياه رسمي. حسين قاعد اكلمك لا تحقلني تمشي امبيش هالاسلوب انا شو مسويت لك ايش فيك؟ يبا انت ما سويتي شيء انا اللي سويت. شو قصدك؟ شنو يعني؟ حسين انت قاعد تخونني؟ قول لي خلاص قولها بوجهي قول لي انفال لا تدقين علي. مو كذي الموضوع. اللي احنا قاعدين نسويه غلط وانا وقت امي ما اكلمك الا عقب ما تخطبك لي رسمي. ما شاء الله هو بكيفك يعني؟ تتفق انت وامك وانا اخر من يعلم؟ ايش فيك حسين ايش فيك؟ خلاص خلاص يا بنت الناس قلت لك دشي داخل لا تفضحينا. ما راح تخليه ما توعدني انك راح تدق علي وتفهمني كل شيء بالتفصيل. خلاص قلت لك راح ادق بس دشي داخل. كلمة ريايل؟ كلمة ريايل دشي. بشوف شلون. وإذا ما رديت عليه بطلع بسكة مرة ثانية. خلاص دشي داخل. أو بطق باب بيتكم بعد. كسر حسك دشي. الله يستر. مجنونة مجنونة. يما. شو نضيعها. بذمتك والله قهر. هذا واحد أمه رايحة تخطب له. لا والله كلش. كنا يال بالثانوية. اي ثانويه صل على نبي هذا الابتدائي ما اخذها ترى قاعد اسمعكم ها قاصدين خوه يمكن تعقل خوه لا انت شوف السيد الوالد يحاتي تقول له هو اللي بيتزوج مو ولده الحين تخلص من اخوك رديت علي انا يا بعد ايش قايل انا ايش قايل ما قلت شيء بس الصراحه شكلك وايد معبر وانت تحاتي اي حاتي شو ما حاتي حاتي أنا متفق مع أمك أنا أطرش لي مسج بين وقت بوقت علشان تقول لي إيش صار ما طرشت شيء ما علي وين كلهت وإن شاء الله ما كل العافية كل الخوف هم عطوا كلمة حق أبو جمال الله يستر يبا من هو أبو جمال وعلى شنو بيعطونا كلمة ما حد ما شيء أنت بنت مالك شغل حاج أخوك بس انزفيت يا هلا مرحبا حياكم الله هذه الساعة المباركة حبيبتي ساعة تشبرك الله يحييك الله يحييكم لما قلتي لي أم راشد عدنان اسم الله علي يشتغل عدنان اسم الله علي يشتغل مدير العلاقات العامة بشركة أبو اي ما شاء الله أظنتي عندك جاسم وراشد عدل اي عدل راشد بسم الله عليه فاتح له شركة تنظيم أفراح وجاسم توا فاتح له مكتب محاماة اي ما شاء الله متزوجين؟ لا والله للحين ما صار نصيب اي عاد الزمن معكوس الحين الصغير تزوج قبل العود اي عيال اليوم ما ينعرف لهم كل يوم برال
كلهم يبون أجلون الزواج لبعد الثلاثين. أي والله أنت الصاجة، قبل غير وعيال قبل غير، ماشيين على الفطرة، بس الحين شحاطة زايدة. عاد مثل ما يقولون كل وقت يستحي من وقته. حنا نقول يا حلو قبل، أمهاتنا يقولون يا حلو قبل، باكر عيالنا بيقولون عن هالوقت يا حلو قبل. أي والله أنت الصاجة. أقول نواف، عيال المشاعر وين؟ أتبي تبين عروستنا ولا شلون؟ ويتصدين؟ ما أدري ليش غاطة؟ ويه كاهيات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لا يما يما فات الباب فات الباب. قص 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 لسانك، قص حسك على الشارع. يما يما تكفيني، ما راح اصور وياه يما. بس استحي اسوي لي له مشاكل. تمسحين على وجهي، تسجلي له تحية، ركبي السيارة. يما عافية يما، ركبي اطلع اخوك فضحنا. يلا هي عاد. هلا هلا والله خاتم زيد، شلونك؟ طال عمرك. هلا يمه، شلونك؟ الله يسلم عمرك. تصدق ما عرفتك بغير الشكل والسياره؟ لا اله الا الله. الله يحفظك يا خالتي. لازم نغير خالتي وعلى طول نسوي كذي عشان الواحد ما يمل. تستاهل يا يمه، عليك بالف عافيه. الله يسلمك. انا بس بغيت اتشكرك على اللي سويته مع زيد. لا بالعكس، ما سوينا شيء خالتي، زيد بحسبه اخوي وانا لازم اوقف معاه. ما قصرت، عسى عمرك طويل يمه. يمه يمه فيك يما، من صدقك قاعد تسوي مع الريال؟ تبي تفشليني؟ استحل ويك، انا افشك انا امك وانا حسبه امه بعد. يما مو قصدي، بس ما يزن بالفريج بناتك في السياره كذي. واحنا وين واقفين؟ مو قدام بابنا. المهم اعطيني 20، ما عندي فلوس. بس هذا اللي تبي انت، فلوس وفلوس وتخانقنا. هاك هاك. ليش؟ بدل ما طقيتك. انا مستعد كل يوم 5 راقات ب 20 دينار. يلا 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 يلا. يما وين رايحه؟ وين رايحه؟ بروح جمعيه. يما مو هم ينزلون بروحهم، تنزلين معاهم. لا لا تشق، يلا روح خلاص، ما انزل وياهم. اوف راح ادرس دارج. ما ابي بدرس هني. قلت لك قومي طسي دارج، ابي اكلم امي بموضوع. نعم؟ بتمشين على كيفك انت ولا شنو عبالك احنا خدم نشتغل عندك؟ يما شوفي بنتك هذه عشان لا اكسر البيت على راسها. زمزم صعدي دارج، انا بعرف انت شلون تدرسين بهاللويه والتلفزيون قبالك. روحي دارج درسي. انزين بقوم، كنا اول مره بحياتي ادرس بالصاله. اوف شو العيشه هذه؟ طيحتك طعش من بنيه. هاي يما، بغيت فلوس؟ لا يما ما ابي فلوس، بس يما الوعد اللي وعدتك اياه طلعت مو قده. لا يكون ردت تحاكي انفال. لا يما لا، وراسك الغالي لا، بس قبل شوي شافتني برا وقامت تبكي وقعدت ترجاني. تبي تعرف ليش ما رد على اتصالاتها؟ يا ربي هالبنيه بازع، مالك شغل فيها، خلها تبكي لين تنشف عيونها، باكر تخطبها وتفرح وتنسى كل هذا. بس يما حرام والله تكسر الخاطر. حرام وتكسر الخاطر. ها حسينو، شنوك براسك؟ ليكون ناوي تحاكيها بالخش والدس نفس قبل. مره واحده بس يما، بس مره واحده افهمها وجهه نظرك بالموضوع عشان لا تفهم غلط وتقولني ما بيها. خلاص عيل، دام انك صرت امين وجيت تشاورني قبل لا تكسر كلمتك، سولف معاها وقول لها فهمها ان اللي قاعد تسويه هذا غلط، بس ها مره واحده. بس مره واحده يما، بس افهمها السالفه وبس. كفو عليك، كفو عليك ولدي. إن شاء الله يما، بس مرة واحدة فقط لا غير. ما تبون هالجبن؟
لا لا يما ما نحبه. هاي زبده بعد مو جبن. لا يما جبن زبن. جبن. انا بهذا حق المكرونه بشاميل. اي انزين يما انا بروح اجيب كاكاو لاني ما بشي من هني. يلا زدها لا تاخرين. ان شاء الله يما. يما نحط حليب؟ اي حطه. ازرق بعد. ان شاء الله. يما عادي اروح فوق قسم العطورات ابي اشتري عطر؟ يلا يما زدها ترى بطينه. ولا انطركم نروح يمع؟ لا وين نروح احنا وعرباناتنا؟ روحي وردي بساعه. ان شاء الله ما راح اتاخر. انت ما تبي شيء؟ لا يما انا وياك. انا ابي شيء وناسيه ما ادري شنو. ما قلت لك عن شيء و... ما ادري يما ما ادري. ما ادري ماني من بلا بلا زيت اللوز. خليك هني بروح اجيبه وياك. لا لا بي وياك انا. لا لا اقعد هني الحين يقول خواتك تضيعهم. يما يما يما. قعدي. قول. وي بدي نروح روح ترى انا ويا اهلي واهلي وياي. ادري شفتهم من دشيت وانا مراقبكم ولا نسيتي موضوع الكاميرات؟ ايه قاعد عايرني عم تقول حق امي صح؟ لا تقول لها؟ والله ما راح اقول لها ايش فيك انت؟ احنا مو راح تقول لها. اقول لك والله ما راح اقول لها. اي روح امي اذا جت الحين جابتني والله بتذبحني. ان شاء الله بروح. طب الله امشي. هذا رقمي. اي بس احنا ما راح تحموله يعني ما ناخذ ارقام شيء جبيه. زين مو مدقين ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. مو انت فهد الخامس اللي بالانستغرام؟ اي هذا رفيجي فهد كبير العوائل. طال عمرك انا. يعطيك العافيه الصراحه اكونتك عجيب انا صار لي سنه مسويت لك فولو واليوم اللي ما تنزل فيه صوره يذكر. مشكوره ما قصرت هذا بالعكس شرف لي انكم تتابعوني. مشكور انزين ادري قاعد مع رباط بس ممكن صوره؟ هي فعلا تتشرف. عادي تصورين؟ اكيد اكيد اكيد. بعد واحده. I can't believe it, Sura. I can't believe it. مشكور يعطيك العافية. تشرفني. دانيالك. دانيالك. الناس تعرفك تسلم عليك. عادي تعطيني فلوس وأسوق؟ إيش دعوة؟ من صدق أنت؟ ما توز من سوالفك. المسافة القوية. كنت بتايلاند. بعد حديقة حيوانات. طلع لي نمر. نمر إيه طلع لي نمر. أفلام قبل تضحك. هلا بالغالية. من طول الغيبات يا أبو الغنايم. هاي ما بشري شو مرتي؟ تفضلي ليك هي ما بتفاصيل. مرتي جميلة. لا تلبح على قلبي. انطر شوي. يما خالتي نادية وينها؟ راحت بيتهم. عبد اللطيف تعال بيك. يقولي لي يعني ابي تفاصيل يعني خلاص بعدين اقول لك. روح حق اخوك بروح. زي ما بعرف روح حق اخوك خلصني. ها كلمتيهم؟ تعال ايش قالوا؟ تعال بحاجيك بروحنا. امشي امشي. ساعة ما يخش عليكم ضابط ولا صف ضابط وينادي ويقول اسمع اخرس يا عسكري. شباب السالفة فيها انه تقول العروسة رفضتني؟ والله ويا امك يقول كذي النفسيه ماليه. اوف رشود قال لك ويا امك يقول كذي النفسيه ماليه يعني انت قبسه. اشتغل ازاي بس مسمى الواحد ياكل؟ كل واحد منكم يسمع النداء يشتغل يرجع للحاله اللي كان عليها. ما كذي بس ولا بعد؟ اي بس هاش لحظات شاش حطي ويا هذا بعد. يلا زين هذا يمه حق شنو؟
هذا خلطة مناير، خلطة مناير العجيبة. هذه حق كل شيء، حق الويه اللي ترهل تدهن وتنام فيه، يشد قمري يصير الصبح قمري، الايد اللي تعرفطت بس تسبح ولا تغسلها وتدهنها تلقينها ماكو تقول يا مانيت. هلا امي، هلا هلا حبيبتي، هلا 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 امي، هلا تعشيت؟ قاعد تسوي لي قاعد اسوي خلطات. تعشيت؟ الحمد لله تعشيت. زيد انت متى تعرف فهد الخامس؟ من زمان. ليش؟ اقول يما يا حافظ الحين انت قاعد تعرف واحد مشهور، خليه يسوي لي اعلان حق بضاعتي. يا مو صدقك يسوي لك اعلان حق بضاعتك؟ نزلين بضاعتك يما. ها تدرين كم يسوي الاعلان هذا؟ الصوره الواحده 1000 دينار. لا ما نبي هونا قطع. ايش عبالك عيل؟ زين زيد الله يخليك، لو يوم مره ثانيه جنب بيتنا خلي صور معاه تكفى. صوري مع منو؟ زيد يما زيد ما سمعت ايش قاعد تقول يما؟ هيدا ولي يسلمك على شاب على شاب. تعال تعال عمر عينك ان شاء الله زين كذي؟ الا شعره شيء فيه؟ ايش قلت يما؟ لازم تغثينه قبل النوم؟ يلا كمل شغلك يلا قطيعه. شو تطالع؟ الله الفيلم هذا وايد حلو. ليش ما علمتني اشوفه وياك من البداية؟ فهد؟ يبا ايش فيك؟ ايش دعوة عطنا وي؟ ليش سرحان كذي؟ هلا يما سوري ما شفتك في انتداشة. بعد ما شفتني اللي ماخذ عقلك. لا انت ما انت طبيعي. ماكو شيء صبيني. شو ماكو شيء؟ اقول ترى انا اعرفك مثل ما انت تعرفني، الحكي هذا ما يمشي علي. يلا تحكي اقول ايش فيك؟ يما ايش رايك بالحب من اول نظرة؟ شنو؟ الحب من اول نظرة، ايش رايك فيه؟ امانة، صدق ولا حكي افلام؟ يما حبيبي، ايش فيك يما تحر روحك على شيء تافه؟ ليش كذي كله باكل بعمرك؟ انت تعرف انواره؟ طويلة وهبيلة، أم ناصر صار طويل والحيل قاصر. نرفزتني يمه، نرفزتني. أشكرك قدامي، أشكرها يمه. إن عادتها أشوف فيها قاس أحرقها عاد عندي. أحرقها يمه، أحرقها أختك وكيفك. ها من لومك كيف؟ بس لا تخر روحك، أنا خاف عليك أنت ولا يفد عليك. إيش تبون؟ أنا أحلام يمه. إيش حد إيش تبين؟ ما يخلف أكلمش دقيقة. خلي هدش. خدش لا السوق أطراق الحين. دشي. يما البس حق باكر هذا ولا هذا؟ اي جليلة الحياة اللي ما تستحين قاطع نقاشنا وحالتنا حالة وتطقين الباب واقول لك تفضلي البس هذا ولا هذا؟ صرت ما تستحين. ايش فيك يما؟ ايش فيك علي؟ مستانسة بالوظيفة. وظيفة؟ وظيفة شنو؟ وظيفة شنو؟ انا هي توظفت يما، بس احنا نسينا نقول لك. شو نسيتوا؟ ليش ما حد قال لي؟ أنا مو ريال بيت؟ عشان تشاس يعني؟ يا يما ريال على توك على روزنا كلنا. يما أنا اللي نسيت، أنا سوفيني اللي تبي. حبيبي أنت حبيبي يما سامحني ما يخالف. أنا آسف، أنا آسف. سيدي مرتاح. لك بسم الله عليك، بسم الله عليك. نسيته ها؟ نسيته. سمعوا الجديدة عاد. نسيته ها؟ سمعوا الجديدة. قول يما مو أنا ريال بيت؟ بلى أنت ريال بيت. ماكو وظيفة. أنا أقول لا يشوف إلا عقب الملجأ. شنو؟ بصدقك ولا قاعد تغشمه؟ شلون يعني ما يشوفها الا عقب الملجأ؟ اذا كان هذا هو الحل الوحيد علشان تتزوجها لازم يصير. يعني تغش ولدك؟ شو اسوي يا نوال؟ عقب ما حطيت العيون بشركه ابو نواف تبيني ارجع قري؟ ما اصير.
شبكتنا ملايين ملايين، لا مليون ولا اثنين، لا 200 مليون. والله الكثر واكثر بعد. ولو لو فلوس قارون ما تطولدي هالقطه. ها ايه هالكثر جاي كرهك يا عبد اللطيف؟ لا تخليني اعيد لك الكلام اللي قلت لك اياه عنها مره ثانيه. انا بروحي حاسه بالذنب ومستحيه من نفسي، بس انا اعرف ولدي عدل. والله لو تحط له الشمس بايد والقمر بايد ما راح يرضى فيها. اي ما كل هالحل هذا لازم نشوفه. شوف هي انت قاعده وياه وتحججي يعني في بهلها في البنت، تقولي مشغوله البنت ولا اسهل شيء. وري صور لها بس ما هي واضحه احسن من هذا. قولي لها قولي لها انك شفتي هالبنت حلوه وانت مقتنعه فيها، اكيد هو بيصدق. عاد ولا اي عدل يا عبد اللطيف؟ تبيني اكذب على ولدي علشان انت ترتاح وتاخذ شراكه ابوها؟ حرام عليك، خاف الله في ولدك، خاف الله في البنيه. ملك عليها الولد وشافها جاي كره وطلقها، ذيك الساعه ما تقول ايش بتسوي؟ عبد اللطيف احنا الحمد لله الله منعم علينا وعندنا خير، يعني انت مو محتاج لا شراكه ابوها ولا فلوس ابوها. بعدين ما تدري يمكن هاللي قاعد يصير خير، يمكن البنيه مو من نصيب الولد. تصير من نصيبه، انا قلتها كلمه ياخذها يعني ياخذها. وانا ما عندي استعداد اني اكذب على الولد بصراحه، انا بقول الصدق. تحديني نوال. انا ما اتحداك بعد عمري، انت ريلي وبعيالي وتاج راسي، بس انا بعد ما اقدر اقص على ولدي، ما اقدر. عيل خلاص انت تطلعي منها على بيقولون، خليني انا وياه. انا اعرف اعرف عدنان عدل واعرف الشيبي بالضبط، انا اقدر اقنعه. خليني انا وياه نتفاهم، انت لا تدخلين. عقب ما خلص انت سوي اللي تبينه. حسين ايش قاعد تقول؟ شنو يعني اللي قاعد نسويه احنا غلط ولازم ما نكمل ولا نكلم بعض؟ هذا عذر يدي عشان تهدني ولا شنو؟ افا الحين انا صرت كذي؟ انا ما بيك؟ اي اللي اذا ما انت هادني ليش ما تبي تكلمني؟ انت شنو توك تستوعب اللي احنا قاعد نسويه غلط حسين ولا شنو؟ ترى انا مو شهر او شهرين اعرفك. والله عاد كم شهر ولا سنه ما تفرق، دام عرفنا انه شيء غلط خلاص نوقفه. بعدين حياتي يعني انا ما قلت لك على طول، بس لين يمر على وفاه ابوي الله يرحمه سنه تالي امي تبي تخطبك لي. كذاب، انا حاسه ان هذه كلها عذار انت قاعد تطلعها عشان لا تكلمني. اذا انت ما قمت تحبني نفس قبل قول، بس لا تقعد تطلع عذار ما قاعد تدش مخي اصلا. ولا ايش فيك انتي؟ نفول خلاص لا تبكين. حسين الله يخليك، اذا تحبني لا تخليني، والله يصير فيني شيء اذا خليتني. وانا ما قلت بهدك، بس فتره مؤقته لين كل شيء يصير بيننا رسمي. ما اقدر افهم، ما اقدر. انا تعودت اسمع صوتك الصبح وانت رايح الدوام وانت راد من الدوام، حتى وانت رايح الديوانيه تكلمني حسين طول اليوم انت معي على الخط. كل هذا شلون فجأة ما تبيني أسوي؟ شلون؟ ويا حياتي يعني أنا بعد ما ودي، بس شو أسوي؟ أمي. شنو أمي؟ شنو أمي؟ هذا عذر ثالث ولا شنو بالضبط؟ وبعدين أنت متى مجبور تقول لها؟ في واحد يكلم وحدة يروح يقول حق أمي إني أنا قاعد أكلم، شيء طبيعي راح تقول لها ما تكلمها، لأنها تخاف على مصلحة ولدها، عشان لا يطيحون عليه، لا يصير سالفة مع البنت. إيش فيك يا حسين؟ لا تجنني، تكفون لي سلمك. خلاص يمه خلاص، أنت بس اهدى، ما حد راح يناقشك. يما قلت لك انا كلمتي مثل السيف ما في بي اليسار، ما حد يكسر لك كلمتك. يما عجبك اللي قاعد يقوله ولدك؟ طبعا عاجبني. ها هو ريال البيت والكلمه كلمته. يما ايش هالحكي؟ انت كنت موافقه. غلط غلط اني ما شاورته، المفروض اشاوره انا، ما استحي على وجهي. لا عادي يما، مو كيف انا اعطيت الناس كلمه، راح انام يعني راح انام. شنو شنو كلمه شنو طاقيت الناس كلمه بس حبيبي توسعين على وجهك؟
ما تسعي قاعد تراددين اخوك؟ والله حرام عليكم اللي قاعد تسوونه فيني يما، والله حرام. شوف لك كلمه تراددين اخوك اجلت الحياه. يلا برا طلع برا. والله حرام، والله حرام عليكم. بس بالله عليك تعال. رجل ورجال قليل ريال على قصب على اهلها. بعد قاعد يما قاعد بسم الله عليك بسم الله عليك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يما يما بناتك نوني باكر اندريت راح الدوام اقص ريولها. يما اهد البيت، تبين اهد البيت يما؟ لا يما لا، انت الامر النهي، كلمتك هي اللي تمشي على الكل وانا اولهم. تفضل دش. علي با ياك هلا بي. يبا امي تقول لي ان تبيني ضروري. اي ابيك ضروري. حياك ابا ان شاء الله. حياك قاعد بسولف وياك. ها ان شاء الله. يا الله ابدان. يبا اسمعني زين واسمع الكلام اللي بقوله لك زين، لا تقول بعدين ما قال لي ابوي. شنو يبا؟ انت تدري ان اليوم امك راحت بيت ابو نواف، والحقيقه تمدحهم وايد. بس ها مو باقي الا خطوه الريايل، نروح نخطب. بس ها خطوه الريايل مشروطه، بلنا متفقين على كل شيء، كل شيء تمام. ما صار كل شيء تمام نروح وما حد يردنا. تصدق باي ترى ما فهمت شيء. لا عدل أنا قاعد أحاجيك صيني. شنو اللي ما فهم؟ يبا يعني تحسسني إن أنتوا غاصبين على الزواج. ترى على فكرة أنا اللي قلت لكم بتزوج، شلون تبوني أهون على الخطبة؟ أنا عارفك يا يبا، عارفك أنت، أنت مهبة، عارفك أنا الحين أبي 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 وبعدين ما أبي ما أبي ما أبي على كيفك. هونت تقول أنت لو بغيت الشيء رفعته فوق ولعفته نزلته تحت. لا يبا انتم ماخذين فكرة عني غلط. يعني انتم صح، يعني انا مرات يعني اهب اشياء بس بعدين اقول لا ما ابي. بس هذا زواج يبا، زواج مو لعب. كفو عليك، هذا اللي ابي. يعني حاس ان الزواج مو لعب. اكيد يعني خلاص اقول حق امك تروح لهم عشان يحددون موعد الخطبة. لا يبا لا نستاهل، انا محتاج اشوف البنية. ايش حق تشوفها يا يبا؟ وش اللي بيتغير؟ هذه امك وخالتك راحوا شافوها، بعدين ما عندنا وقت. ما علي يا يبا، من حقي اني اشوف البنت. يا يبا ما عندنا وقت يا عدنان، ما عندنا وقت يا يبا، ما عندنا وقت. حرامك انت، وفرض انك شفتها وما عجبتك بتهون. سمعنا عدل، موافقتي على زواجك مربوطه باختياري انا البنت، والعرض اللي قدمته لك كله بيطير اذا قلت ما ابي هذه وابي غيرها. لحظه 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 لحظه، حجك يقول ان البنت جاي كره وانت بيني اتزوج عشان ابتلج صح؟ لا يكون امي قالت لك مو حلوه. شو ما حد قال بي حلوه، لا قالت لي حلوه ولا قالت لي بي حلوه، تقول مقبوله. لا اذا تبون الزواج يتم انا لازم اشوف البنت. خسران انت اللي خسران، ولا تعرف مصلحتك. ابوك راتبك بيصير 3000 دينار. شنو؟ 3000 دينار؟ 3000 دينار ولك مني 20000 دينار كاش مني أنا لك، حطهم مخباتك وهدية زواجك سيارة اللي طلبتها مني. شنو؟ البنت لي باي؟ البنت لي. هذا إذا تم الزواج، لكن إذا ما تم هذا الزواج لن تولدي ولا أعرفك، حتى مصروفك قطع عنك، والسيارة أسحبها، مالك عندي غير دارك. زين زين يبا صدق يعني بتاخذ البنت لي ولا قبس علي؟ يا هل أنا عندك يا هل؟ أنا قط مرة وعدتك وأخلفت بوعدي. زين يبا قول لي متى تبي الخطبة؟ كفو، هذا ولدي اللي أعرفه. كفو والله تربيتك يبا. خلص صار على الامتحانات، خلصتي ولا بعدك؟ لا وين خلصت الله يسمع منك يما.
كل ما خلصنا امتحان دشينا على الثاني. عاد ان شاء الله حليتي عدل. يعني ان شاء الله ان شاء الله عادي ما يندرى. يما ليش شايبه شاي؟ وين الكولا؟ هو الكولا عندك بالثلاجه، قومي اخذي عجزانه. مالي خلق. استغفر الله العلي العظيم. اقول حسين، ايش سويت على موضوعك؟ اي موضوع يما؟ ما فهمت. ايش فيكم انتو؟ مسرع نسيت، موضوعك ويا انفال؟ اي يما، كلمتها وفهمتها كل شيء، وهي قالت ان كلام خالتي رزقه صح، وننطر له الزواج لاحقين. كفو، اي يما، هذا الحكي الزين. عفي عليك. عفو عليك يما، عند وجهك. اكل يما اكل. تبي جبنه؟ لا 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 يما، بس كان قاعد اكل هذا. يلا بالعافيه. الطفو؟ شنو خشيتي ورا ظهرك؟ مو شغلك. اوه يا سخيفه يا المليقه، خلاص عاد انت لما تبي تظلين زعلانه مني. ليه ما اموت؟ يمه ويسلم قلب الزعلان. شوفي عاد انفلو واخرعني ترى مالي خلقك. اوه الطفو خلاص عاد صري مليقه، انا مو قصدي افتن عليك، بس انت شفتي بغيت تطلع الشرطه، بغينا نروح بداهيه. وسلم قلبه لغديدات، خلاص عاد سامحيني. وهي الطفو خلاص ترى بموت بتنبط شبدي، فيني حش، خواتك هذين ما يفهموا لي، قلبهم مو على قلبي، خلاص عاد يلا سامحيني. تكفين تكفين الطفو، يلا عن المنقطع. زين زين بس 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 كلتي قلبي، اعوذ بالله، سامحتك خلاص. انزين قولي لي، شنو خشيتي ورا ظهرك؟ هذا بدا رقمني اليوم. يا بختنا عطاك الرقم، يعني معناته ما طحتي من عينه وخطتي نجحت. اي بس شو الفايده يعني؟ اصلا مالي ويا حاكي، انا حتى الجمعيه ما كان لي خلق اروح، لما حنت امك حنكت الا اروح الجمعيه، ولا كان ما رحت. وهاي الطفو بس خلاص، انا لما تبي اتعلم فيك دقي على الريال، يمكن يبي يتقدم لك. انت ما تبين ريال؟ وايد نفول يعني، تلقين عادي ادق عليه مو فشله؟ بنات بنات لحقوا، زيد ما يبي احلام تشتغل، المسكينه قاعده تبكي بدارها كنا في احد ميت عندنا اسم الله علينا. تعالوا قومي قومي قومي. دعوة يا حافظ على هالبيت، شو صاير؟ ويا احلام تكلمي، ايش فيش ساكتة؟ زيد وش قايلش بالضبط؟ يقول انه ماكو شغل، ولو طلعتي من البيت حجيت ريلك. عشته وشير الحلايا وان شاء الله، ايش مو راضي؟ بس كذي بدون سبب، يقول ماكو شغل، يعني ماكو شغل، ليش ما شاورتوني من زمان؟ وانا شنو اخر من يعلم؟ مو انا ريال البيت؟ ويه ريال البيت يا عيوني، يا ريال البيت، ريال البيت وامك كد عليه مالت عيال، دام انه ريال البيت خيروح يدور له وظيفه، يصرف علينا، يصرف على امه، طيح الله حظه. اي والله عاد هو 24 ساعه هايت برا، ما يقعد بالبيت، مالت عليه وعلى وجهه. امي اصلا هي اللي مقويه شوكته ومكبره راسه علينا، ولا هو عطل. ليش امك قالت؟ شنو رايها؟ نفول يعني ما تعرفين امك؟ اي شيء زيد يقوله هو اللي صح. تخيلوا طقتني وطردتني من الدار. استغفر الله، والله خوش صاير الامر الناهي هالزيد، قاعد يتحكم فينا واحده ورا الثانيه، ولا واحده قادره تتكلم. انا ما صدقت على الله القى شيء اسويه غير غسيل الحمامات والاطباق ومصوب الهدوم. تخيلوا دخل علي مثل المجنون، خرب كل شيء. اوه حلو، ما خلاص عاد يعني ممكن الله مو كاتب لك هالوظيفه، ما يخالف، خيرها بخيرها. اي صح احلام، انت ايش لك بعوار الراس؟ تقعدين الصباح على خير وتردين بالزحمه الظهر، خليك كذي وايد احسن لك. لا مو احسن لي، مو نفولة مو احسن لي، انا مليت طقت كذي من الحجه، مليت ما في مليت من العلم. لا ما الحين قاعد تنطمين وتصرخين تبكين على سبه وظيفه؟ ما هذه مو بس وظيفة، هذه حياة جديدة، مستقبلي، أنا ما صدقت على الله أحد يوظفني بدون شهادة. أي ولدك بس عاد يلا قبل سنة شنو قصة لك؟ وأنتوا قوموا قوموا. يما هذه داري. قوموا يا عم قومي يلا. أحلام ترى من حق اخوك يعرف، احنا اللي غلطنا، ما قلنا له عن الوظيفه، ما ادري ايش اللي لهانا ما قلنا له، ولا هو ريال البيت المفروض انه يعرف، من حقه يقلب الدنيا على راسك. يما شلون هو معاه حقه؟ اذا تبين الوظيفه سدي حلجك ولا تكلمين. يما ابيها اخوك قلبه طيب،
ممكن بكلمتين نقص عليه ويرضى ويوافق، بس عاد هذا راجع لك. يما يعني تعتقدين في امل؟ ان شاء الله، بس عاد انت وشطارتك اذا نفذت اللي بقول لك. الله يبشرك بالخير، قولي يما وراح انفذ كل كلامك بالحرف. عيل اسمعيني زيد. زيد انا اسفه، هذه اول مره واخر مره، والله ما راح اعيدها. خلاص خلاص سامحتك، دام جيتي واعتذرتي سامحتك، بس هم ما في وظيفه. اكيد كل اللي تقوله راح يمشي اخوي، اهم شيء انك ما تزعل مني. زيد انا ما قبلت بالوظيفه الا علشان اساعدك واساعد امي. تساعدين امي فهمناها، تساعديني انا شلون؟ انا كنت ناويه بس استلم المعاش اعطيك انت 100 وامي 100. انا ادري اخوي مسكين عيست وتدور وظيفه وملاقي، وزعلان انك مو قادره تساعد امي بالمصروف. ولا تعبالك مدينه تسوي شغل الايام بخمسة ايام تخلص، ما تشوفين اسمع كاسيت، ما عندي فلوس هدي. ايش فيك؟ انا ناويه اعطيك كل شهر 100 دينار مو مره واحده. يعني تعطيني من معاشك كل شهر 100 دينار؟ تبين اسوق اشتراك الحين؟ انت قاعد ترشيني صح؟ قاعد ترشيني عشان اوافق صح؟ لا والله حشو وغلاطك اخوي، انا بس جيتك عشان تفهم موقفي، واصلا خلاص الوظيفه ما بيها، ما بيها من بعد ما انت قلت ماكو وظيفه يعني ماكو وظيفه. اصلا انا ما بيك تزعل مني، انا صرخت عليك وعصبت، انا اسفه. عبالي بعد، خلاص اعتذرتي تأسفتي، يلا دلفي، بسمع الشريط شويه بسلطن وعندي مكالمه مهمه. ان شاء الله. احلام. هلا اخوي. المكتب اللي توظفتي فيه وين صاير؟ من بيوديك يجيبك الاطراق؟ غلط يمه. اللي بيسويه ابوي كله غلط، مو عدل، بيرد عليه انه عادي وبيسوي لنا بيزه ما نسوى. ادري انه غلط، بس شو اسوي؟ انت تعرف ابوك عدل، ما حد يقدر يكسر كلمته. اي يمه ما يخالف، بس ما توصل للزواج، حرام عليكم وزين. اسمحي لي يمه، انتوا قاعد تهلقون، شو اخباري؟ من يتزوج الحين وحده مو شايفها؟ اخر زواج صار ايام يدي ويدتي الله يرحمهم، وفلم بس يا بحر. يا يمه، يا حبيبتي. صدقيني ترى راح تدشون المشاكل مالها اول ولا تالي، بعدين كلام راشد عدل، يعني انت ما تعرفين عدنان؟ عنيد وراسه يابس وما يهمه شيء، يعني عادي بالعرس يطلقها قدام العالم. اوه لا تقول كذي يا يمه، فالك ما قبلناه ان شاء الله. امي انا قاعد اقول لك هالكلام ما علشان اخرعك، قاعد اقول لك الصج. وانا ايش بيدي اسوي يا يمه؟ تعرفون ابوكم مو سهل. هو يقول بالنسبه له الزواج صفقه، بيكبر اسمه شركته. لو يبونه يذبحني علشان ياخذها بيسويها بسن السكين وهو يضحك. يا يمه قالوا حق فرعون من فرعنك قال ما حد قال لي لا. انت من اخذتي ابوي وما اعطيته الخيط والمخيط اللي براسه يسوي؟ ترى هذا زواج مو لعب يا هان، مو ياخذ بنت الناس اسبوع ولا اسبوعين ويطلقها. ترى عندها حوبه البنيه، وان ضربتنا حوبتها بتسوي لنا فيلم. وانا قلت لكم كيفكم؟ انتوا قولوا له انا ما اقدر اواجه. يلا إذا شرط نواجه أبوكم حاجوا. جبانة جبانة. استحي على وجهك أنا أمك. كفو كفو كفو. حشان تعزم ست ريال الحين خلاص. إيه ريال عن 60 ريال ما شاء الله عليك. حياك كفو دامك نسمع كلامي. خلاص أنت ريال. ها شو سكتة؟ صخة. سمعتونا دايم سكتوا، عندكم جلسة سرية؟ لا يا بلا، احنا نقدر نخش عنك شيء. كفو كفو. حياك يا حياك. انا ادري انتم كنتوا قاعدين تسولفون، وش عنا تسولفون؟ انتم تسولفون عن العروس. انا قلت حق الولد عن كل شيء، وهو قابل فيها بزينها وشينها. شلون قلت لك كل شيء؟ درى عنها؟ اي درى عن كل شيء. انا قلت له كل شيء وهو موافق. وهذا هو قدامك وسئلي. عدنان انت من صدقك؟ انت من صدقك موافق تاخذ واحدة لا شفتها ولا تعرف شكلها؟ اي ما من صدقك. انا اصلا ما يهمني شكل البنت. اهم شيء البنت تكون محترمة، بنت حلال، متربية، واذا زواجي يفيد الوالد؟ ليش لا؟ كفو والله كفو ولد ابوك سبع. عبرين. يبا ايش فيكم الله يهداكم؟ تتكلمون عن بنت الناس، كأنكم تتكلمون عن صفقة عقارية. مو زين. ترى هذه عندها حوبه، وانا ضربتنا حوبتها بتشتت شملنا فكنا. اي وانا ايش قلت؟ قلت ما يهمني شكلها، يعني اهم شيء اخلاقها وتربيتها، ما غلطنا عليها. اسكت بس اسكت. باكر مو تاخذها وتتحسف وتركنها على الرف،
مثل لا اخذ شيء لا مليته قطيته. انت ايش فيكم؟ لا تحسسوني اني ياهل اهب بشيء واقطه، هالكثر طايح من عينكم؟ لا تحسسوني ما عندي كلمه. انا راح اخذ مشاعر وراح اثبت لكم ان كلكم غلط وانا صح، وراح اثبت لكم ان صرت ريال وراح ابيض هالوي. كفو والله كفو كفو، انا قلت لكم موافق. صب شاي صب شاي. بس يبا صب شاي خلصنا. نفول ترى وايد حاس بالذنب، أول مرة تكذب على أمي. ما يخالف حبيبي، بعد إيه الله يهداها حدتنا على هالشي. إيه بس أنا مو متعود إني أكذب، أخاف تطيح علي. إن طاحت علي حزتها ما راح أعرف أقول ولا كلمة. تتعلم حبيبي، ما يخالف، هذه فترة وتعدي. وبعدين لا تنسى إيه اللي حدتك تكذب عليها، ولا لو جاية علي وعليك من باكر نملك. بعد شو نسوي؟ أمي وفيها لأبوي. عشان زين تسوي نفسها لما أموت. موت زوجنا عيالنا قبل لا يمر على موتي سنة. واي حسين شو الاسلوب لك؟ شي قاعد تقول بسم الله عليك ان شاء الله يومي قبل يومك. ايش فيك انت يا بقعد غشمار؟ زين نفول، سؤال سؤال، يعني اذا صار فيني شيء راح تضايقين نفس ما امي متضايقه على ابوي الحين الله يرحمه؟ واي حسين الله يهداك، سكر هالطاري، بصراحه هذا مو موضوع احنا قاعد نسولف فيه. وبعدين خليني اقول لك شغله، ترى امك قاعد تسوي كذي علشان كلام الناس، لا يقولون ان هي زوجت ولدها من هني وفرحت فيه وزوجها توه متوفي، يعني مظاهر لا اكثر ولا اقل. لا عاد نفول، كذي بتزعليني منك. انت تدرين ان امي تحب ابوي الله يرحمه، وهي وايد متضايقه عشانه. تصدقين نفول، امي لازم كل يوم تشغل الشيخ السديس تسمعه وهي تقرا القران تقريبا ساعه ساعتين، كل هذا بس لأن أبوي كان كذي يسوي عشان تحس بوجوده. الله يرحمها ويخليها لك ويطول بعمرها يا رب. يحليلها خالتي رزقي طلعت وايد وفية. صدق أنا أمي بالقصب تحملت تخلص العدة. أصلا الحين لو تسألها شو اسم ريلج بتقولك ما أدري. بس عاد بس بالنام بالنام. نامي إيش طوفة فشلتيني. شو المناسبة؟ بعد كل ثلاثاء؟ ليش عاد؟ يا ربي عبالة ايش حادتش؟ لا والله ولا وناسة ولا شيء ولا الله قالها أصلا، كله تفسفس وشقة وعوار راس. لا يبا زي مالي خلق أيكم الصجج، مالي خلق أقوم الصبح يا نوال وألبس واتزهلك وحط اليهدى علشان ارتزع الفاضي. الواحد يلا يفتح عينه الصبح صجج؟ لا لا ماني جاية مالي خلق. لا تحنين خلاص عاد. أوف. إن شاء الله إن شاء الله بفكر في الموضوع. خلاص. إيه. يلا مع السلامة. يا رب ثلاث شبدي. شكفها هذه. يما أنا بفهم شغلة واحدة. انت ليش كل شيء عندك تافه وسخيف الا دوام الوزاره؟ مع انه في شغلات وايد حلوه وفي منها فايده بس انت مو شايفتها. ايش تو؟ انت الحين يا فهود تحلل شخصيتي صار لي طبيب نفسي؟ يما انا لا طبيب نفسي ولا شيء، يما انا بس الموضوع وما فيه ان انا حافظك وعارف اسلوبك، يا الحين ابسط المواضيع عزيمه خالتي نوال، انت ليش ما تبي تروحي لها اقدر اعرف؟ لان ما منها فايده. كله بس قراض وحش في خلق الله وضحك على اتفه الاسباب. يعني ذنوب على الفاضي. اها شفتي شلون يمه؟ هذه مشكلتك، تطالعين الامور السلبيه وتدققين فيها، ليش ما تطالعين الامور الايجابيه؟ يعني تقولين قاعده حريم وسوالف وضحك واكل ومنها تتعرفين على صديقات الدد. ادري ما ادري انا ما فكرت فيها كذي اصلا. يو ليش يمه ما تفكرين فيها بطريقه ثانيه؟ عادي عشان دقيقه. هلا العبس. هلا حبيبي. لا 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 انا ما اطلع، انت جيب لي اياهم. ايه بالبيت انا قاعد. العبس العقود 400 دينار تاكد مو ناقصين. خلاص ناطرك. يلا لا تتاخر. يلا باي باي. شنو هذا؟ يمه هذه عقود ابي اسوي حق كم محل كذي دعايه
عرفت شلون؟ واتفقنا وياهم على 400 دينار. الله، تقنعني انك بتاخذ على كل هذا 400؟ لا يمه، البوس ب 400. صدق؟ طبعا يمه، ايش على بالك؟ فعلت انا فهود مشهور، عندي فوق ال 100,000 فولورز. اول مره اعرف ان الانستغرام فيه فلوس والله. اي خلاص بسوي لك فولو. نعم؟ وانت طول هالمده مو مسويت لي فولو؟ لا يمه، انا كنت مسويه فولو. الصراحه ساعات تحط اشياء تحر. انا عاد قمت سويت لك ان فولو علشان ما هاوشك. يمه تكفين الحين بتسوي لي فولو باك الحين 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 وتحطي لي لايكات بعد. ان شاء الله ولا يهمك، ما دام فيها فلوس بحط لك فولو ولا يهمك، بس عاد اخذ نصهم. حاضر، من عين هذه قبل هذه. الحمد لله كل شيء ماشي حسب الخطه مثل ما رسمتها بالملي، لا زايد ولا ناقص. عمي متى نقول لك مبروك؟ انا ناطر بس ام راشد تروح حق نواف ويحددون يوم نروح نخطب البنت رسمي. اهم شيء وافقوا، اسحبوا على ابو جمال. طب سحبوا على ابو جمال وعلى ولد ابو جمال، كلهم راحوا في الباي باي. فلسوا من كل شيء، فلسوا من الصوبين، من الشراكه ومن النساء. هذه الاخبار الحلوه، هذه الاخبار اللي تونس. اي بس انا اللي شاغل بالي يوسف، شلون افاتح ابو نواف موضوع الشراكه قبل الملكه ولا عقب الملكه؟ انا ما ابي يربط هذا بهذاك. اه يعني ما تبي يحس ان الزواج له علاقه بالشراكه؟ هلا قلون، ما ابي يحس، ما ابي يحس اني انا طمعان فيه. عرفت؟ ابي يحس اني انا واحد من الاهل ويأمن فيني، وتالي اضرب ضربتي. مسكين ابو نواف ما يدري من طقاقه. يوسف لا تفهمني غلط، انا ماني بايق ابو نواف، شراكتنا بتفيد الطرفين، ونواف ريال مو قادر يدير حلاله، وانا خير من يدير هالحلال هذا. بنفس الوقت انا اوسع شغلي وكبر شركتي، عاد ابو نواف هو الحل. فهمت؟ يعني الفائده من الطرفين، الاستفاده من الطرفين، يعني لا هو مسكين ولا انا مسكين. كلامك صحيح يا عمي، وانا اسف. بس انا محتار. متى فاتحه وشلون فاتحه؟ قبل الملكه ولا عقب الملكه؟ هذا اللي بحيرني. تفضل. صباح الخير استاذ جاسم. صباح النور. هذه اوراق القضيه اللي طلبتها مني. اشوف بس، طبعتيهم كاملين؟ كاملين، وحطيت اخر التطورات بعد. اشوف بس. ما شاء الله ما شاء الله، داشه جد اول يوم ها؟ بس قولي لي، انت سويتي هذا بروحك ولا على ساعدتك؟ لا انا سويته بروحي، بس كل ما اسوي شيء مسكينه اسالها ها صح ولا لا؟ ليه طلعت لها قرون؟ علي هو يبي لك اسبوع ولا اسبوعين راح تشتغلين احسن منها، انا ادري. والله؟ ان شاء الله. بيني وبينك الحكم تقولي لها؟ ان شاء الله. امر على شيء استاذ؟ لا سلامتك. على اذنك. جاسم ابي اروح اشرب قهوه، راسي قاعد يفتر، تي معي؟ لا بتقعد هني وتكمل شغلك وتخلص، لاحق على القهوه. ايش دعوه جاسم، ترى كاهو الكافي مو من بعده، اشرب قهوه ورد بسرعه. عبد الله المطبخ قهوه، ليش سوي لك قهوه وسوي لي معاك؟ طلع ماكو قلت لك خلاص يا جاسم، من صدقك مطبخ، ترى مالي خلق ادش مطابخ. خلاص عيف، هنطلع على القضيه مع بعض. يلا يلا. وداخل الجمعية أدز بعربانتي أباتي على كتفي وما عندي من الشيطان طريق. أطالع ولا هالرجال اللي طول عرض بين يدينا بنية وين زرزور، يشيل ويش دخ فيها، ويشيل ويش دخ فيها، وهي تصرخ. شو هالحكي شو هاليور؟ من صدق أنت؟ أقول زرع عقلي، زرع عقلي، ابني صغيره وهو طايح فيها طق وهي تصرخ لحقوني لحقوني. انزين وش سويتي؟ هديت العربانه وطرت وين باتمان، رحت لاركض، كان
كان ازرده وكان اطيح فيه طق، زرايره بصوب، قطرته بصوب، عقاله بصوب، وهو يصرخ لحقوني لحقوني. وحسرتنا معقوله؟ اي معقوله؟ هو ما ارضى اشوف واحده من البنات تنطق قدامي وعلي وضعيفه تعور القلب ما فيها لحم. كان اطيح فيه طق. المهم كان يركض واحد كان يقول يا بنت الحلال تمثيل، هدي الريال ذبحتيه. ويه انا التفت ولا هي كاميرات هي كشافات هي اوادم، كان استحي تقعد تشلون التنافض. احسنتنا يعني طلع تصوير سووها فيك الكاميرا الخفيه؟ كان زين طلع مسلسل مساكين قاعد يصورون مسلسل، المخرج ما براسه الا شعرتين يعني نتفهم من القهر، يقول لي سويتي هالمشهد صار لنا ثلاثة ايام نصور فيهم وضابط انت خربتي علينا، عور قلبي والله مسكين. كل هاللويا والناس ما شفتيهم الا عقب ما طقيتيه؟ انا اقول لك مو مركزه، مركزه على البنيه اللي قاعده تنطق، بعدين انت ايش فيك كلها تكذبيني؟ ايش عقب تكذبيني؟ ليش اكذب يعني؟ يمه شليور علشان تضحكين بعد هذه سوالفك. لا عاد يوزو عن مناير، مناير هذه حبيبتي، مناير ما تكذب، كل اللي تقوله صح. ويا طوايف علي بعد قلبي حياتي حبيبتي والله حبيبتي عن السيح وانت ما عليك منهم كملي بعدين الصار وسكتي. يت بطلع استحيت صار وجهي الكبرى يت بطلع كان يلحقني واحد من هذا اللي يشتغلون معاهم كان يقول لي اختي بكلمك، قلت له خير، كان يقول لي ما تمثلين من صدقك؟ قلت له شلون؟ كان يقول لي انت ما شاء الله وجهك قمر وعليك هذاك الطول والجسم المنحوت صادقه جسمك منحوت شعرك طويل ما شاء الله شمحوطه ليش ما تمثلين؟ قلت له حاضر امثل بس بطوله ما ابي هذاك الكاس ما يسمونه هذا كومبارس ما ابي كومبارس اي بطوله انا هاي من صدقك بطوله مره واحده اي بطوله مره واحده شن حياه الفهد احسن مني اي والله اصلا ما تعرف تمثل وميه علشان المباراه. كان يتدخل، كان يحذفني بالمرقه. ويه يحس جدك. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا نوين. شو اخبارك؟ الله يسلمك. هلا هلا. هلا حبيبتي. هلا هلا. شلونك؟ هلا الحمد لله. شلونكم؟ الحمد لله شلونك؟ اختك فيها انا ماخذه رايلها. عليك منها هي متعسرة لأنها تقاعدة وقعدت في البيت ومو متعودة على القعدة. زين والله قولي لي أنا اللي مطلع قانون تقاعد أنا شكو والله أدري كذا كذا ما عليك منها. تعالي كذا حييكم شلونكم شو أخباركم؟ تمام الحمد لله. إيش رأيكم؟ نبتدي في المناير؟ إي يلا أكيد أكيد بس عاد أنا ودي اليوم أول وحدة نبتدي فيها اليوم اختي ناديه. هو انا ايش حقه؟ تعرفيني يا نوال انا ما احب سوالف الدجل هذه. ويه ندو تعالي يلا. قلت لك ما بيها وقصب. احنا ما قلنا قصب بس انا ابيك تجربين عشان نضحك ونتسلى. زين بس ها شوفوا عاد ترى انا كلش ما احب هالسوالف ولا اصدقها، ما لي شغل فيها. ولا حتى احنا نصدق بس احنا قاعدين نتسلى. يلا قومي. يلا يلا قومي مو خسرانه. يلا حبيبتي تعالي تعالي. خلانا اجيب الفال. انا اقعد لك حاضر اقعد لك على الارض اشوف لك فالك. يلا. يلا بناي زين استانس. شوفي. يلا. ايوه. يلا شيليني. شنو يعني؟ شيليني، شيليهم حطيهم بيدي، عمرك ما شفتي فال. أول مرة أنا اشتراني عادي تاخذي الفال وحطي بدينا عادي كله إيدي صغيرة قد البلوطة بس شو أسوي لازم حطي بعد 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 قطيعة قطيعة خالتي رزقة من الحين وقفت لي عظمة ببلعون باكر إذا خذيت حسين ما إيش تبي تسوي فيني؟ وي مالك شغل باكر اللي خذيتيه
كل شيء بيتغير حبيبتي، انت وشطارتك، يا تخلينا خاتم بصبعك او قرقاشه بيد امه. ويف حامض على بوزها حبيبتي، حسين راح يصير حقي بس خلاص هي راحت عليها. والله ما عندي سالفه، يبا خالتي رزقه تحبنا، يعني مستحيل تاذيك ولا تاذي امي، انت مجنونه. بدر بدر بدر، وين اروح وين اروح؟ ايش فيك مسكي ارضك؟ الحمد لله والشكر بياكلك هو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم بنات زينين؟ الحمد لله زينين. الطاف ما خاف اكلمك شوي؟ اي تفضل. انا بروح اشتري مجله من المكتبه. فعو وين رايح انت؟ وين رايح وين؟ ابا ايش فيك؟ خليك واقفه بياكلك هو بياكلك. فعو. اي تفضل. الطاف ليش ما دقيتي؟ ترى مطرتك وايد. تدري بعد انا لاهيه شغل وبيت وهذا كله على راسي والله. شغلتي اكيد ولا ما تتصلين؟ الطاف ترى كذي اشك بعذر اختك اللي قالته يوم موضوع الخبز انه كذب. لا والله مو. مو شنو؟ يقولي ليش سكتتي؟ والله مو شنو؟ الطاف انت تبيني ومعجبه فيني ولا بس كذي؟ زين قولي شيء. شوفي يا ناديه، انت راح منك شيء وشيء غالي عليك، بس بيجيك اللي احسن منه ان شاء الله. انت بنتي محتاجه فلوس، انت محتاجه اللمه، تبين اللمه حواليك، بس انت يا كاتش متنعزيه وقاعده بروحك ومغلقه. ليش؟ عدل كلامها كله صح، كملي. وتحاتين ليل ونهار، تحاتين شخص، الله أعلم عاد بنتك ولدك. ولدي. لا تحاتين ولدك، ما شاء الله عليك اهو، ها الناس كلها الهم حواليه ويسمعون كلمته وبيصير شيء عود. وهو من الحين عود بسم الله عليه، وان شاء الله زود بعد. احد يكره الخير؟ بس انتي مهمومه، بس قاعده بروحك متنعزه. ليش يا حبيبتي؟ ايش فيك؟ ايش اللي مضايق خلقك؟ وي كل الناس مهمومين، يعني يكون جايبه شيء جديد كل من في قلبه هم. لا بس يعني غير هذا الفال، فالك مو فال الناس، الله يهداك. بس ضحكي تضحك لك الدنيا، خلينا نشوف ضروسك الحلوه. ايش فيك؟ ناقصك؟ مو ناقصك شيء. وكهو على فكره شهر شهرين ثلاثه المعرس على الباب. طالع بتجيب لها معرس. اي عادي. معرس؟ واخيرا قررت انك تتزوجين؟ كلولوش يا بختنا. نوال بس عاد عن المصاخه، ترى ماكو شيء يضحك. وانت هي تحت شيء عدل، شنو معرس ما معرس؟ تطنزين علي حضرتك؟ لا انا قلت بالحلال، يعني معرس بالحلال مو الله يهداك. بس ايش فيك؟ مالك عليك وعلى فالك، انت صدق ما تستحين على وجهك. شايفتني انا عارفه السوالف هذه المحتاله يا النصابه؟ شنو؟ على بالك انا ياهل ولا مراهقه؟ بس الشرها مو عليك، الشرها على هذه اللي دخلت بيتها وتسوي لك جيمه وقدر. ناديه 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 تعاملي. رايحه ايش فيك؟ ايش فيك؟ بيتي في المرح حرام. مرة قاعد تقشمر معاك؟ ومنو سمح لها تقشمر هالقشمرة البايخة هذه؟ أنا مرش طولي يا نوال وعندي عيال، تقولي محرس ما محرس وتضحك الحريم علي؟ مسكينة ما تقصد. تقصد ولا ما تقصد؟ شوفي عاد خليها تعرف حدودها زين وتلزمها، وإلا بتشوف شيء مني ما شافته. إيه تعرفين يا نوال أنا لا أحب اللغزات ولا أحب قلة الأدب، ما أتحملها زين؟ نادية نادية وخري عدتين. هذه القضية وايد سهلة، ما يبي لها شيء. إن شاء الله، بس شد حيلك عاد. ها انت اللي جيت حيلك وياي، تفضل. قهوة تايم، أنا آسفة إني قطعتكم. الله يرحم والدينك، وأنا قاعد أقول إيش هالريحة. تا
تفضل. ليش مكلفة على نفسك؟ هذا شغل الفراش، والفراش ما تشرب يداوم. لا عادي، ما كلفت على نفسي، وبعدين اصلا اذا شربت قهوتي راح تقول حق الفراش استريح، وما راح تشربها الا مني. يا سلام، والله عجيبة. شوفي، يداوم الفراش ما داوم، انا ما راح اشربها الا من ايدك. كيفك؟ ايش قاعد تقولها؟ الله يسامحك. طيب انت تقعدين بمكتبك معززه مكرمه، الفراش هذا شغله، ها؟ مو تسوين شيء ثاني؟ حاضر، انتم تامرون. الله يسلمك. تبي شيء ثاني استاذ؟ لا سلامتك. الله يسلمك. صدق احلام. هلا استاذ. بغيت اسالك، انت سمعتينا قبل شوي احنا قاعد نتكلم على القهوه مو كذي؟ اي، وكسرت خاطري عشان شي سويت لكم قهوه. ماشي، مشكوره. ليلة خوش منيح. لا خوش قهوة. اشرب اشرب. واي منك ألطافه ومن غبائك، الحمد لله والشكر. أبي ريل وأبي ريل، لما يالك ريل طلع الحركات اللي سويتيها، الحمد لله والشكر. واي نفولك، دراني بعد يا ربي. ما أدري، يعني أحس إنه غلط اللي قاعد يصير. ما يصير باكر يعايرني، لا تزوجني وعلي بقول هذه خفيفة. لا والله. انتي ما شفتي ريال شلون متشفق عليك؟ الحمد لله والشكر تقولين باكر لا يتزوجني. انتي مجنونه مو صاحيه؟ شنو يعني شكو متشفق؟ حبيبتي انتي ما شفتي عيونه؟ ما شفتي وجهه لما قلت له ان احنا سوينا كذي علشانك، بس انتي تخلين الوحده تتحكى؟ الحمد لله والشكر دموع وسراسير مش واصله حلجك. الحمد لله لوعتي جبنا قطع. ايه ما ادري ما ادري، صراحه احس ان هالشيء غلط. المفروض ان اقوى الريال هو اللي يبادر قبل، مو انا اروح اقول له انا معجبه فيك. وين قاعدين احنا؟ نعم تكسى الطب. خلي كلمه قبل ما ندش البيت. يجفيش. كم دقيقه؟ دقيقه بس، بسرعه. أبالو أبالو، ماكو حسين. ليش ابو يرفين جاي؟ تفين جاي بسرعه. رفعي. الو، ايش فيك سنه؟ يلا ترد. يلا انا تحت اتاخر، نقعتني. يلا ناديه، لا تحطيني بذمتك، حرام عليك. المره مسكينه وفقيره وعمرها ما اذت احد. سكتي ولي عافيك، لا تقعدين تقولي لي فقيره ومسكينه. انت الثانيه اصلا هي تعمدت الضحك الحريم علي، باين من عيونها. حرام عليك، حتى هذه طبيعتها، هي دائما لما تقرا حق اي وحده فينا تقعد تضحك تتغشمر، ما تقصد شيء. تغشمر معاكم انتوا ايه، بس معي انا يا نوال لا. واي ناديه، بسج من هالموقع اللي ما لها داعي، كافي انك فشلتي المره قدام الحريم. ترى هي ما تقصد، بس انا مو خبرتك لعينه. بلى، انا لعينه مع اللي يستاهل اللعانه، فهمتي؟ بعدين انا ناديه ما ينقال لي كذي حكي ماسخ، فهمتي ولا لا؟ احسن عشان تتأدب مرة ثانية. ويوي ويوي يا كافي، خلاص 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 خلاص. سامحيني، صدقيني أنا ما قصدت، ودفنة المرحوم ريلي إني ما قصدت، وراسه ويا على جهنم إذا أكذب. صدقيني أنا ما قصدت حبيبتي أنت، أنا أحبك يا نادية، تدري نيتي صافية من صوبك. ندري يا مناير، والله ندري بنيتك، ليلك ما تقصدين أصلاً أي شيء، بس ما يخالف. نادية نرفوزة شوي وبسرعة تزعل، بس ما عليك، بسرعة حمت رضا. لا، أنا بسمع منها، أبسمع منها إنها رضت علي. توبة ما عيدها، توبة. قولي لي رضيتي نادية؟ قولي. خلاص خلاص خلاص، كحتي كحتي خلاص. سامحتك، بس ها لا تعيدينا مرة ثانية. ترى أنا الحكي الماسخ هذا كلش ما أحبه، فهمتي؟ ينقص لساني، تنشل ايدي، ما عيدها ما عيدها، ولا راح تسمعين مني الا اللي يرضيك. حبيبتي انت. خلاص حصل خير. فهد، عادي اسالك سؤال؟ قول. يعني في سؤال بصراحه يقرقع بقلبي، ودي اسالك اياه. اسال. أنا آسف، ها؟ بس أنا ما أدري يعني أنت شلون تصرف يعني؟ من وين لك فلوس؟ شوف يا سيدي، أنا وارث من أبوي الله يرحمه. طول بالك طول بالك.
بيت بالعدان ما شاء الله وبيتين بخيطان وعمارة بحول ما شاء الله أصرف كل يوم واستانس بس ما قلت لي ليش ماكو يعني فضل تدري فيني أنا ما أحب أخذ شيء بقلبي يعني ما أشوفك قدامهم تروح الوزارة أو تقول لي أروح الشركة أو عندك محل أسأل إذا فيها حراج ترى أنا آسف لا عاد ما في حراج أنا أحبك وما بيخسرك ترى يبا إيش فيك ما يزعلني شيء هذا أسأل عادي الشايب الأحوك تراق الحين إيش فيك نطول بالك منو لا ما قلت لي شلون يمعتكم اليوم صراحة خوش يمع استانست وايد تقطعت تمودنا من الضحك أكيد من مزيد وياكو غيرها يا حالات ويا حالات سوالف صدق إذا تحجت هالمرة ما ودك تسكت بس يود بطنك وضحك صدقين عاد يما مالك حق كم مرة قايل لك أخذيني معك يقروا لي الكيف يشوفوا لي الفنيال كتوني فال يشوفون حظي هالقبر هذا زين انا بعرف والله انت ايش لك سوالف الحري شنو مستفيد طح هذا اللي معقد شو يقول حبيبي اخر دراسه سووها اثبتت ان الريايين يحبون قرايه الكف والفال والفنيال اكثر من الحري هذا اكيد اللي مسوي الدراسه ما كلام صحيح لازم كل يوم تطلع دراسه جديده وبهالدراسه يقطون بلاويهم علينا اي عاد انتم مو ناقصين بلاوي علشان ينقط بلاوينا عليكم اقول ماكم شغل بالحريم زين يما تركي عنك هالسوالف ايش طالع على خطبتي كلمتي اهل البنت ولا هيت مع العيايز منو عيايز اللي ما تستحل وجهي يما انا ودي اقول بنات يعني بس ما تركب هلق بس صدق ما تستحل على وجهكم قول حريم ان شاء الله يما حريم زين يما صار عن زواجي كلمت ام البنيه وقالت خلي ابو راشد يمر ديوان ابو نواف ان شاء الله الاسبوع الجاي وبيتفقون يعني موافقين؟ اي دام حددنا خطبه الريايل يعني موافقين مبروك طحت ببطنك بعد شذوي مره وسياره جديده ها مبروك الله يبارك فيك يما مشكور ما تقصر مبروك إذا هذا بيقعدين أنا بمشي بطول بالك زيود إيش فيك؟ أنت مو تقول ريال دق عليك واعتذر منك، شو تبي بعد؟ يرد فلوسك حبيبي، يرد فلوسك صرفتهم ما عندي من وين أجيب خلاص يا سيدي الفلوس أنا معطيه إياها، أنا مسامحه فيه أنت إيش حارك؟ مو أنا أخاف يعيدها، يسويها هذا زيود تكفى عاد سامحني عاد أنا من اللي غيركم شوف أنا أول ما جيت قعدت وياكم ما عندي أحد حرام زيود كسر خاطري والله بسامحه أنت قلبك كبير وقلبك أبيض خلاص طول بالك يلا تبر يلا عاد تبر انت الثاني تبر لحظة طالعني ترى مو عشانك عشان الريال هالمزيون هالاخلاق هالكبير العوائل وانت شنو مال اطراق يلا قعد زيود قعد اي والله عشماوي واحد شيش حق الريال هني ونفسيش سبيشل مو سبيشل عادية اي والله ايش فيك تخز نعم جاب رفيجك حبيبي خلاص يبا فضحتنا الو هلا فهد هاي امه وينك هاو ما انت متغدي بالبيت يا يمه بسكم من اكل المطاعم ريوق غدا وعشاء ما يخالف سوله دعايه بس مو لازم تاكل من عنده صج لا خلاص على كيفك ما فيني شيء ما بي شيء لا بس كان ضايق خلقي وكنت بتأكد بنتي تغدى معاي ولا كالعادة تغدى بروحي لا إذا مع ربعك خلاص يما عليكم بالعافية مع السلامة
السلام. هلا يمه وعليكم السلام. انوار، اللي يبي ثلاجه حطي بالثلاجه، واللي سخان حطي بالسخان، وغطيهم بقصدين ولا نايلون حتى لا يشم هواء. ان شاء الله يمه رتبهم. يمه شنو هذا؟ شنو يبه؟ هذا اكل من بيتنا وان ما شاء الله عليها، جايبه اكل حق فريج واحنا كلنا 10 بطون. يمه مو صدق، انا مسوي غدا شي الاكل زايد. ناكل الفريش وهذاك حق بالليل. خلاص اوكي. وين انطاف؟ بغرفتها فوق. ناديها تعاونكم، انا مهدوده. والبي بس اصلي واكلي لقمه وانام. ان شاء الله. حاضر. يلا. هاي شلونك؟ السلام عليكم. هلا. عليكم السلام. يا احلى ام بالدنيا، شلونك؟ هاو العاده البوز شبرين والحياه معقده. مستانسه اشوف. واي يما مستانسه مستانسه، احس ان انا اليوم انولدت. نظيفه وناسه وناسه، صدق صدق اليوم احس ان انسانه ولي قيمه. تحبين الشقة مثل أمك؟ والله يمه أحسن من قعدة البيت والكسل والربادة والأكل. واي الوظيفة وناسة، بس في شيء واحد كذي هل كبرى وتكمل فرحتي. شنو؟ أشتري سيارة. قال أم فخيش ريم قال ما من برطن. أنا بكبري لو تعصريني عصار ما يبي 100 دينار، أكو سيارة ب 100 دينار؟ لا يمه مو بفلوسك، أنا قلت إن شاء الله أول ما ينزل معاشي راح آخذ قرض وآخذ سيارة. كيفك راتبك وكيفك، المهم أمية أخوك ما تتأثر حتى لا يفضحنا. لا 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 الأمية لا تحاتينها، كل شهر راح أعطيها. خلاص عيل جهزوا الأكل ميتة يوع، كثر ما كليت عندنا وال ميتة يوع، ونقول أمها نمتن. يلا ما عليه من السبت رجيم. يلا إن شاء الله يمه. تعالي تعالي، لا عمري وين تبي تنحاشي، تعالي ساعديني. ويع الطفلة وحتي كبدي، وترتيني معاشة بنت الناس، يا انك تدقين انا تقطين لي ورقه بس خلاص ذابت من كثر ما انت بطلتها ومسكرتها واي نفول، يعني ما ادري الصراحه، يعني ودي ادق بس يعني متردده. وليش ان شاء الله متردده؟ يا المينونه يا المصرقع، الريال مبين علينا ود ناس وقصده شريف، شهر ولا شهرين تلقينا طاق باب بيتنا يا يخطبك. قلت لي تبين كذي؟ طبعا هذا اللي ابي. وا يا ربي يوم المنى كان بخت، يوم اللي افتك من بيتكم يما، هذه الساعه المباركه اصلا افتك من الفقر اللي انتوا عايشين فيه. ابي بيت كبير، ابي خدم، ابي حشم، وسياره عوده، وسايق واقول لي مني مني من يسار يسار يسار. يا ويلي متى هي هاليوم متى؟ صدقين ولو انا ما ظن هالبدر راح يسوي لك هذا كله، بس ما يمنع ان الواحد يكون خيالها واسع. قطيعه توج قاعد تمدحينه. امدحه بس هذا مو معناته انه هو والله راح يسوي كل هالسوالف، لانه وجهه فقر وسيارته قرنبع، يعني معناته هو طلق المعاش. اي ما يخالف حبيبتي، المهم انه ريل، على قولة اخواننا المصريين، ظلي راقل ولا ظلي حيطه. دام انك عارفه هالحكي دقي عليه. كلم الريال عشان لا تتمين تحت ظل الحيطه وتموتين تحتها وما حد يدري عنك. اعوذ بالله قطيع تقطعك فاش ما قبلنا. خلاص سكتي سكتي، خلينا افكر على كيفي. ويع مو من صدقك، انا نشف ريجي وانا قاعده اقنعك وانتي للحين تقولين افكر. امشي خلينا ننزل نتغدى وفكري بعدين، لا تصعد مناير وتشرشح جهين. روحي روحي انا بعد شوي انزل. لا مو من صدقك، امشي خلينا نتغدى. واي ما ابي، روحي روحي. اوكي فتش. استغفر الله العظيم. أدق حذر عبدالله، أقول لي يا ربي عند العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمان تسع عشر. أي عشر أدق حذر عبدالله، أقول لي يا ربي عند العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمان تسع عشر عشر. راح أدق راح أدق خلاص راح أدق. ألو، سلام عليكم. بدر؟ حسين يما؟ حياك يما حياك. حسين، تقول زمزم أنت من تراضي تنزل تتعشى ويانا، ليش يا يما؟ متعشى بالدواني ويا ربع يما. متأكد؟ ولا زعلان مني؟
لا يما لا زعلان. يعني أقول يمكن أنت زعلان ليش إني قلت لك أنطر على زواجك أنت وانفال كم شهر. لا يما والله مو زعلان. بعدين كل اللي تقولينه عدل، وحتى لو مو عدل غصبا علي يمشي علي وعلي أكبر مني. خلاص دام إن كلامك كذي زينة يا يما، هاي ليش ما تنزل تقعد ويانا نفس قبل؟ ليش ما نسمع لك حس؟ ليش حتى نجر ما قاعد أشوفك تناجر أختك؟ يما قاعدة حاتي من توظفت ما يمعت شيء، وانت تدريني ما الزواج أبيله مصاريف شبكة مهر، وأنا على الله وعلى هالمعاش اللي نصه رايح على القصد، قاعدة قلبها يما يمين يسار مرادية تمشي. الله يهداك يا يما، انت تذهب لدوى قبل الفلعة، وبعدين لا تحتاج طول ما أنا موجودة. صدقني يا يما ما راح أخليك محتاج لا حق زواج ولا حق غير زواج. صدق يما؟ يعني بتساعديني؟ عفو عليك تسألني أنا هالسؤال يا يما؟ أنا من لي غيرك؟ من لي أعز منك؟ صار لي سنين وبنين يا يما أيمع حق هاليوم هذا. يا سعد عيني يا سعد عيني يوم إني أشوفك مجبل علي ولابس البشت، الطيران تسقط والطقاقة تقول يا معريس عين الله ترعاك والقمر وين نجوم تمشي وراك. الله لا يحرمني منك يا الغالية، صدق كنت أحس بشيء كذي قاعد على صدري وشلتيه. بما أن يما الكلام صار كذي جميل أنا الحين وايد جوعان. ولا يحرمني منك يا بعد عمري. يلا عيل يلا يما نتعشى.